لا يحزن قارئ القرآن لأنه يقرأ قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يقرأ قوله تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقرأ قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يحزن، لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا يحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوي. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا يحزن قارئ القرآن وهو يقرأ قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.